الشرطة الإيرانية تعتقل 6 إيرانيين الأربعاء لاشتراكهم في تصوير فيديو يؤدون فيه أغنية هابي للمغني الأمريكي فاريل ويليامز بتهمة خدش الحياة. الشرطة اعتقلت الرجال 3 و3 نساء غير محجبات يظهرون على شريط الفيديو المنشور على موقع يوتيوب وهم يغنون ويرقصون في الشوارع. الشرطة توضح: لقد قمنا بالتعرف عليهم في ظرف ساعتين وتم القبض عليهم خلال 6 ساعات، وهذا ما يدل على فعالية الشرطة في إيران فيما يتعلق بالتعرف على المشتبه بهم. هذا التسجيل المصور يتزامن مع مطالبة بعض الحركات النسوية بمنح المرأة الحرية في ارتداء الحجاب أو نزعه في إيران. التسجيل أثار احتجاجا في أوساط المحافظين الإيرانيين الذين اعتبروه تجسيدا للانحراف عن القيم الإسلامية لدى الشباب لصالح أسلوب حياة غربي. أغنية هابي لاقت رواجا كبيرا حول العالم، حيث قام شباب أغلب المدن الغربية والعربية بتسجيلات مماثلة استجابة لطلب المغني الأمريكي. جديشي؟